لان في سيست ومضطر ان لازم اكروس تليفيرسز لازم اكروس ريسبونس فايل. يبقى الاوبشن الوحيد عندي هو الماكس. عشان كده طالما ان ماكس مش كونجنتال ومش اكوايرد. انت ليه عايز تكروس الفايسز؟ مش مفيش هيستوري واضح، كوز واضح، فمش اكوايرد ومش موجود بيه. ثرو ده لسه بروكاك. كل ما تقرب كل ما يتعرف. علي صوتك. واحد منك يفوق روعه يوم مد حسام البحر حسام يا خالد بس انا ما اعرفوش ده علي نعمل تشانل على اليوتيوب يعني قضيه كل اللي بترجعوا ده في الانفنتري فوق صباره اغلب عندي حاجات تانيه مكان اللي بقى حلقه فيها مال يونيون والهيد بزنس بتاعها بس الحاجات دي هو بتاعها لما الكورس السوبي بتاعك لا انت بتبقى عايز كومبليت اليكس الاول بس هو كان الكلام ده انت عايز كده انت عملت الكلام ده هنتكلم على الكوبي الفتره الجايه ويعتمدوا على دي بعد ما تخلص لا 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 بعد ما تخلص يا فناسه مع الوضع الحالي الخط بتاعنا احنا الوضع بتاعنا دلوقتي مش خط بس خط بور انت يا رب ده انت كنت عامل ايه هو سليب دوبلهات ولا الهيد في الاسيتاب لما بيحصل سليب دوبلهات النقطه الفلسفيه ملهاش معنى بس هو اكشن الهيد في السايد السليبنج بيحصل فيه الطفل اللي عنده سليب كابيتال هو ما هيجي يشتكي من ايه؟ ونزي انا عنده ايه؟ تعالى تعالى عايز تقوم هنقوم اهم حاجه دي فين؟ احنا بنشوف عيانين طب تجيب الموبايل حطه هنا حط الموبايل حطه هنا بقاله سنه وسنتين قاعد بيتعالج في الني بروبلم خلاص اخرهم لسه عيان شايفه جاي لي سيفير ستيب كابيتال تمرن ديفيسيس بقاله سنه ونص بيتعالج الراجل اللي بيعالجه مش لاقي حاجه يقولها له قايل له ايه؟ عندك كبنه في الرباط الصليبي. كبنه في الرباط الصليبي بقى سنه زود ضروبه ماشي والولد قاعد بيبروجريس لدرجه انه وصل لسيفير سليب في كبنه. اي طفل يجي لك جاي بين ني بين اول حاجه تعملها اكزامن لهيب. اكزامن لهيب. خلاص؟ طريقة تيوريتر نيرف ممكن يجي لك بين ممكن يجي لك برين بين اشهر مشكله بنقابلها واحد بيلعب رياضه بنت بتلعب في الباص وهو بيلعب جاله شد الدكتور بتاع الملعب شخصه شده العضله الضامه يبدا على موضوع العضله الضامه ده يبدا يلعب تاني بعدها بشويه يجي له وجع تاني جاي يبقى اكيوت او انستيبل سليب ماشي فمع اللعب بالذات في الاثليتس مفيش حاجه اسمها عضله ضامه من غير بروبر اكزامينشن باي سبيشالست مش اللي موجود في الملعب بس او كابتن الفريق. لو عندك عيان جاي مش قادر يمشي على رجليه خالص حتى بكراتشز ده بنسميه انستيبل اكوردنج تو لودر كلاسيفيكيشن هنناقش الانستابيلتي دي ان ديتيل بعد كده بس انا الانترودكشن دي بلم الموضوع عشان لما ندخل في الديتيلز ما نتوهش. الاكزامينشن هتلاقي عند العيان ده اكسترنال روتيشن هتلاقي عنده شوكر هتلاقي عنده ما فيش انترنال روتيشن لو مايلد كيس هتلاقي في انترنال روتيشن بس تاني خلاص وهتلاقي عنده ليميتد ابدكشن ده ولد مثلا بايلاترال ستيب كابيتال كاميرا لكاس ماشي ليه وبعدين جه عنده بالظبط فريق فوق صباره ماشي وماشي تعاود توب باد نوزس هنعمل اكس راي خلاص اكبر غلط بيتعمل تعمل انتروبوستيريو فيو بس للهيب لازم تعمل انتروبوستيريو فيو بوف هيبس عمرك ما تصور سنجل هيب نيفر خلاص ولازم تعمل اي بي وفروم لاتمنت نيفر انك تعمل اي بي فيو او سنجل هيب اكس راي خلاص انت الناس اللي قاعده في كراسي تقول لي على فكره في كرسي هنا في
في كرسي هنا. اول حاجه بتشوفها بتلاقي دايما ما بتبقاش باينه في الاي دي فيو، دايما بتبقى باينه في الفرونت لاترال فيو، او الايرلي ديسبيسيم بيبقى في الفرونت لاترال فيو. اول حاجه بتلاقي وايد ريجولار فايسز، هل الفايسز ده الويت بتاعه نورمال؟ از وايد ماشي. الوايد ده ممكن يبقى سببه في عنده هرمونال ديستورنسز، عنده فيتامين دي ديفيشنسي، عنده هايبوثايرويدزم. في ناس وفي فن زي الزفت دلوقتي عشان عايزين الولد يطول بنديله جروث هرمون ماشي، كلام ما انزل الله به من سلطان. الاي بي فيو ايه رايكم في الاكس راي؟ فيها مشكله؟ بالعين المجرده ممكن تقولي ان مفيش مشكله، لكن ارسم كلاينز لاين. ايه هي الكلاينز لاين؟ ترسم لاين بارل along the superior edge of the neck of the femur. It should cut through the epiphysis. بص الناحيه الثانيه، it does not cut. يبقى الناحيه الثانيه فيها stepping. cut قد ايه؟ ملهاش مقاس. ماشي؟ طيب يبقى انا هنا لازم اللاين ده يكت ثرو، لو هنا ما عملش كت يبقى هتحصل لي ايه؟ سليبنج. ماشي؟ طيب لو بصينا كده في اللاترال هلاقي في انجلز لازم ارسمها، اللي هي برسم الابيثيزيال لاين انتيريور بوستيريور ايدج اوف ذا ابيثيسس ساوث ويك وارسم اكسس الونج ذا نيك. خلاص؟ المفروض اني انا لما ارسم اللاين ده وارسم بالبنديكولر على الابيثيزيال لاين يعمل لي انجل في حدود 12 درجه اللي هي الساوث ويك انجل. لما الاقي الدرجه زياده قوي كده اللي هي ما بين الاصفر والاحمر، الاحمر هو بيربنديكولار على الابيثيزيال لاين والاصفر هو الاكسس اوف ذا شافت نوت ذا اكسس اوف ذا نيك، يبقى في الحاله دي ده انجل اكتر من 15 درجه، يبقى انا عندي سليب كابيتال فيمورال ايبيبس. ده غير ان باين قوي ان هنا الايبيبس مش على توب اوف ذا. طيب ايه رايكم في الحاله دي؟ الكلاين لاين في الناحيتين كروسنج ذا ايبيفيسس بس اقل اقل من الناحيه، يبقى دي فيها ايه؟ سليب. حتى لو الكلاين لاين از كروسنج ذا ايبيفيسس يبقى ما يكفكش انك تقول ان الكلاين لاين كروسنج ذا ايبيفيسس يبقى مفيش حاجه، لا قارنها من الناحيه الثانيه. لو اقل يبقى في حاجه هنا ومفيش حاجه ايه؟ وهو ده المنظر بتاع العيان. خلاص شوف هنا ماشي وشوف هنا في سليبنج محترم جدا. لما الابيبسس ده رجع لورا فانت اللي انت شايفه في الاي دي الانتيريور ايدج بتاعها اللي هي الهايت بتاعها اقل من السنتر، فيبقى يبان لك ايه؟ ديكريز ذا هايت اوف ذا ابيبسس. تمام صح ماشي. حد معترض؟ لف ورا. في حاجه اسمها ميتافيزيال برانش ساين، لو بصيت كده هتلاقي في الحته دي بيضه الاوفرلاب. الحته دي البيضه جايه منين؟ بص هنا الابيفيسز رجع لورا فبقى ورا النك، فالجزء ده مع النك زودت الدنسيتي دي، فدي اللي اسمها ميتافيزيال برانش ساين. ماشي؟ عشان تفهموا هي جايه منين. خلاص؟ الكلاسيفيكيشن عندنا راديولوجيكال وكرونولوجيكال وكلينيكال، ده هنتكلم عليهم بالتفصيل. الاكس راي اونلي از نوت انف فور دايجنوزيس اوف ذا ديجري اوف سليبنج خالص، لان اغلب العيانين السيفير انت مش هتعرف تحطهم في بروبر فرونت بوزيشن عشان تقيسهم. خلاص؟ الناتشرال هيستوري اوستيو ارثرايتس even in mild cases بنسبة كبيرة جدا في ال slipping، وده لعدة أسباب هنقولها بعد شوية. خلاص؟ وإن ال increased incidence حتى في mild cases، أحيانا ال mild cases بتبقى أسوأ من ال severe، لأن جزء من ال head من ال bone of the neck هو اللي بيدخل جوه الأسيتابيا، ما بتبقاش locked بره الأسيتابيا. الكومبليكيشن الثانيه المشكله الكبيره اللي هي اللي يحصل افاسكولار نيكروزس.
ودي ريليتد للنيجريتيف سليبنج والنيجريتيف الاستابيليتي. السليبنج ده اهم اكزامبل لما تحب تقول كان انبنجمنت يبقى سليب. لو حد قال لك دي اكزامبل اللي كان انبنجمنت يبقى سليب كابيتال كامرال الابس لان في لوس اوف ذا نيك اوفست. ماشي. The goal of treatment. إحنا عايزين إيه وإحنا بنعالج المستبدل ده؟ حصل لي مشكلة. عايز أرست البروجريشن. عايز أوقف البروجريشن. وعايز أرستور الأناتومي. عشان لما أرستور الأناتومي أقلل الأبنورماليتي فأقلل اللي يحصل إيه؟ أوستيوأرثرايتس. كلام جميل؟ ماشي. المواضيع بسيطة. وعشان أرستور النورمال رينج. الستيبل ستيب أو الكرونيك ستيب زي ما هنتكلم ونشرح محتاجين إن إحنا نثبته. ويا اما نعمل اوستيوبين نصلحه يا اما نرستور النك اوفست يا اما نرجعه ونثبته في مكانه الصحيح من الاول. كلام واضح؟ ده حاجه. الانستيبل ده منعامله معامله الفراكشر. احتاج اورجن سيرجي زي نك هيما نرجعه ونثبته. خلاص؟ ونعمل دي كومبريشن للكبسول. الانسايكوبينينج اللي هنتكلم عليها دي الجولد ستاندرد فور تريتمنت وممكن نعمل معاها ري الاينمنت اوستيوبني. كل ما كان الاوستيوبني قرب الايباثيسس كل ما كان الريستوريشن اوف ذا نورمال اناتومي احسن بس على حساب لا بسكر ايه نيكروز. وكل ما بعدت عن الهيب كل ما كان الريستوريشن اقل بس لا بسكر نيكروزس ايه اقل برضه. الريسنت ترند في الستيبل سليب في المايند هنعمل بني في المودريت هنعمل بينج مع نيك اوستيوبلايت بلاست نصلح الكام وفي السيفير هنعمل اوبن ريدكشن. ده كده اوفر فيو. انا كل ده لسه ثلاث محاضرات ثانيه هنشرح فيهم الكلام ده. الانستيبل محتاجين ارجنت ريدكشن فيكسيشن دي كومبريشن او نعمل اوبن ريدكشن. خلاص نبدا احنا كده اصلا نشخص عملت سيتي حاجه طبعا. ازاي رقم ده؟ اه يا عم ربنا يفتح على الله. اه يا ايه ده انت مش ماشي. تعالى انت هنا بقى عشان انت حضرتك ده بيبدل كروس كروس الفيزياء دي كورس كده خلاص. هنتكلم على الكلاسيفيكيشن والبايوميكانكس. ركزوا معايا قوي في المحاضره دي عشان اللي هيفهمها هيفهم يعني ايه سليبنج يعني ايه هنعمل ايه وليه. هنتكلم على الكلاسيفيكيشن الكرونولوجيكال والاستابيليتي والراديومورفولوجيكال الديجري اوف سليبنج. وبعد كده هنتكلم على باثوميكانكس اللي هي ايه الميكانيكال ديسفانكشن اللي حصل في السليب والميكانيكال انيشيشن اند بروجريشن اوف سليبنج والتيمورال سيرفر انفنجمنت والسليبتيكال ريليتد انستابيليتي. ايه كلاسيفيكيشن؟ عندنا ثلاثة. ماشي. واحد راديولوجيكال according to the degree of sleep mild moderate severe 30 درجة mild من 30 ل 60 moderate أكثر من 60 يبقى ايه؟ severe. و كرونولوجيكال بتسمع عن كلمة pre sleep وبعد كده acute وبعد كده chronic وبعد كده acute on top of chronic. ده الكلام ده معناه ايه؟ وبعد كده عندنا الكلينيكال استابيليتي هل هو ستيبل ولا ان ستيبل؟ ماشي؟ نبدا بالكرونولوجي. يعني ايه بي سليب؟ العيان اللي بيلعب كوره او اللي بتلعب جمباز فتح الحوض وجالها وجع ما عندهاش اي ديفورميتي ولا حاجه ولسه الابسس في مكانه ما حصلش ستيب تعمل لها اكس راي تلاقي فيه وايدن فايزير كروس بليت. ماشي؟ يعني ده على وشك ان يحصل له ايه؟ سليب. ده بري سليب. نزلت تلعب مره تاني وقعت ما قامتش. حصل اكيوت تروماتيك. اكيوت تروما. تعمل لها اكس راي كان عندك كسر. ما فيش اي ايفيدنس اوف اي ريمودلنج سيل. عيان عنده كرونيك بقاله شهور بيزق. تعمل الاكس راي تلاقي سليبنج وتلاقي راوندنج وتلاقي كذا الكلاسيك بيكتشرز اللي احنا شفناها. طب اكيوت اوف كرونيك ايه؟ عن الكورونا حصل صادم سليب
بس كان في evidence of presence of an older chronic اللي هو باين الراوندينج وباين البون اللي موجود عشان كده ده عمرك ما تعرف ترجعه اناتوميك هيرجع على الوضع بتاع الكرونيك اللي كان عليه قبل الاكيوت مفهوم؟ فاهمين يا جماعه؟ يبقى دي تعريف الترمينولوجي بتاع اللي هو الكرونولوجيكال اساس الراديولوجيكال في الاي دي هل دي سليب اقل من التلت ولا تلتين ولا ولا تلت سوري اقل من التلت ولا من تلت النص ولا اكتر من النص ماشي وفي اللاترال فيو بناخد الساوث ويك انجل اللي هي لاين الونج ذا شافت واللي بالفيزيال لاين وبالبنزيكرا المفروض الساوث ويك انجل نورمالي ما تزيدش عن 12 ل 15 درجه خلاص احفظوا الرقم ده كويس قوي اللي هي دي يعني دايما النك بص لورا شويه الهيب الهيب اللي بص لورا شويه فدايما من 12 ل 15 لو اكتر من 15 خلاص دي اثولوجيكال ويبقى العيان ده عنده هاي ريسك اوف ديفلوبينج سليب كلينيكال كاميرا ديفكس وافتكروا الرقم ده فهي دي نفسها اللي بنسميها بوستيريور سلوب انجل posterior slope angle هي نفسها south wick angle خلاص south wick angle دي لو اقل من 30 مايت لو من 30 ل 60 يبقى مودريت اكتر من 60 سيفير عشان ترسمها صح لازم يبقى فروك صح هات لي فروك في عيان سي دي صح يو كانوت سي تي خلاص او لاترال صح ماشي عشان كده يا راديولوجيكال اسسمنت الاكس راي لوحده is not enough CT. لازم اعمل سي تي كارديولوجيكال اسسمنت اوف السلابج والسي تي بيفيدني في حاجه ثانيه بيوريني الفايسز ده اوبن ولا كلوزد لانه لو مش اوبن مش هقدر اعمل ايه ريدكشن خلاص ماشي فدي نقطه مهمه جدا الحقيقه فايدة السي تي الأساسية اللي ما بنوضحهاش الإكس راي أنا قرايبي بسميها هل الفايسز ده بينابل أور نوت بينابل جاية من بين يعني هقدر أحط فيه أعمل له بيننج إنسايت ولا لأ خلاص لما تشوف إكس راي كده عشان تحط بين أنت هتدخل من أنتيرو لبوستيريو كده مستحيل مفهمني؟ يعني فايدة الإكس راي والسي تي 3 دي بالمنظر ده تقول لك انت هينفع تعمل بيننج للإباتيز ده ولا لا يعني في رأيي لو انت تقدر تعمل بيننج خلي البيننج هو الفيرست اوبشن لو مش هتقدر تعمل بيننج يبقى غصبا عنك انت مضطر للأوبن ريدكشن لو حد يعني خلاص كده وعدى اوت ان اوت اي بي ام اي بي ام انت قطعت البوستيريو ريتريكت اللي هي معتمده عليها بس خلاص فالحقيقه ما تقدرش ابدا في الحالات السيفير تحكم على الاكس راي لانك ما بتقدرش تاخد بروبر بوزيشنز فور الاكس راي فلازم السي تي الام ار اي فايدته ان يبين لك الباسكولاريتي اوف الاباتس انت بتشتغل على فاسكولار الاباتس ولا لا ماشي يا جماعه الكلينيكال كلاسيفيكيشن لودر ده راجل محترم جدا وراجل لذيذ جدا بس لما جانز بيقعد قدام بيضيعها فلودر عمل كلاسيفيكيشن قال لك العيان اللي مش هيقدر يحط رجليه على الارض خلاص ومهم جدا التست ده او الديتكشن اوف انستابيلتي دي لان العيان الانستيبل عنده 47% يعني 50% انسنس اوف اي بي ان من غير ما تلمسه من غير ما انت تقرب له عنده انسنس اوف اي بي ان 50% لكن العيان الستيبل الانسنس اوف سليبنج اقل كتير او تقريبا مش موجود اللي هو ايه؟ اللي هو الستيبل طب هل التست ده مجرد المشي او التحميل على رجل حتى بالكراتشز ده يعني صحيح 100%؟ الحقيقه لا لان الناس اللي دخلوا وفتحوا الابتسيس ماشي وعملنا الجانزوس الضم
بروسيجر بتاع. في عيان تلاقي الإلابسز انت لو مثلا بتوش واير قبل ما تعمل ديسلوكيشن بالهيب يتزحلق very unstable والعيان مش على رجلين. وعيان تاني جاي مش قادر يدوس على رجلين والإلابسز بتكسر فيه عشان تخلعه. فالإنستابيليتي الكلينيكال إنستابيليتي يعني ده عيان وده عيان وممكن يبقوا ما 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 يعني الكلام بتاع الويت بيرنج لا يتناشى مع الانترا اوبرتيف فايندينج اوف انترا اوبرتيف ستابيليتي خلاص. وعشان كده لقوا ان حكايه الابيليتي تو بيت ويت فيها 58% نوتس نيجاتيف يعني ما لهاش معنى يعني مش بقت. فاحنا لازم نكومباين ديفرنت فاكتور عشان تعرف الابيليتي ده ستيبل ولا مش ستيبل. من ضمن الحاجات انت وانت بتفحص العيان انترا اوبرتيف لو لقيت الابسس بيتحرك وشكله او الريليشن بتاعته مع النكفد اتغير يبقى ده ايه؟ انستيبل. خلاص بري اوبرتيف لقيت العيان مش قادر يويت بيه وعنده افيوجن جامد قوي بالام ار اي او كده او الالتراسونوجرافي العيان ده مع انستابيلتي. لكن عيان ما عندوش افيوجن عنيف وقادر يمشي على رجليه وبيعمل كل حاجه خلاص انت مع استابيلتي. فمش سنجل فاكتور اللي هو الويت بيرنج اللي نعتمد عليه ماشي. نعتمد على كذا فاكتور عشان نقول انستابيليتي ولا ستيبل ولا لا. لان الانستابيليتي فيها هاي ريسك وهاي انسنس اوف ايبيا. فمش معنى ان عندي ايلك ماشي ان ما عندوش ان عنده ستيبل ايبسس يعني انه ما عندوش انسنس اوف ايبيا وبعد كده انت تتصل بيك انت اللي سبب الايبيا. ايه الباثو ميكانيكس بقى؟ ايه اللي بيحصل؟ دي هنفهم هنا حاجات كتيره. هنتكلم على عيان حصل له سليب واحنا لسه ما لمسناهوش. السليب عمل لي ايه؟ عمل لي كوكسه بار صح؟ ماشي؟ فرفع الهيد لفوق ورفع الجريتر بروكانتر لفوق فعمل ايه؟ لاكستي ليه؟ الاباثو ماشي؟ وفي نفس الوقت كمان قلل النيك شافت الاوبسيت بتاع الجريتر تروكانتر فقلل الليفر ارم بتاع الابداكتوس. لما الليفر ارم بتاع الابداكتوس تقل يبقى انا محتاج الفورس بتاع الابداكتور تزيد تو مينتين بالانس. وبدل الفورس بتاع الابداكتور زادت يبقى الجوينت رياكشن فورس زادت يبقى الفورس اللي بتاع الديسبليس زادت يبقى هتعمله displacement اكتر خلاص. بس في general rule بدام الجوينت رياكشن فورس زادت سوري اي فورسز اراوند ذا هيب زادت يبقى الجوينت رياكشن فورس كمان ايه زادت. يبقى انت معرض الهيب ده للاوستيو ارثرايتس لان الجوينت رياكشن فورس فيه زادت. يبقى انا لو سبت العيان كده او ثبتته على الوضع ده في الميكانيكال سيتويشن المختل ده هيعمل ايه؟ نتيجة ان الفورسز بتاعة الابداكتور زادت عشان تعوض نقص الليبر ارم فبتزود الجوينت رياكشن ايه؟ فورس. حتى عنده اي اعتراض في كده؟ يعني معنى الكلام ده ان احنا لازم نرديوس خلاص؟ اصبر على نسك اصبر على نسك ماشي؟ طيب عملوا ستادي على البوستيريور سلوب انجل لقوا ان لما البوستيريور سلوب انجل بتزيد عن 15 لكل 5 درجات بتزيدها الفورسز اللي محتاجها عشان تعمل سليبنج بتقل بالنص. متخيلين؟ ده معنى كده ايه؟ معنى كده ان ال 15 دي فيري كريتيكال بوينت وان وانس ان حصل سليبنج يبقى البروجريس ماشي لان السليبنج هيزيد بقت 20 الفورسز اللي محتاجها عشان يعمل سليبنج تاني قلت للنص بعد 5 تاني 25 قلت للنص بقت اي حاجه هتزق الابسس وتعمل له ايه؟ سليبنج وتقريبا مش محسومه او مش محسوسه اول ما السليبنج بيوصل 50 خلاص يعني انت بصبعك هتزود الايه؟ السليبنج ماشي. فده very poor mechanical situation عشان الجوينت نفسه وعشان الابسس نفسه والشير الستريسز اللي عليه. بس واحده دكتور الانجل دي بقيسها ازاي يا دكتور هشام؟ الانجل دي بتقاس ازاي؟ هي قلنا هي صوت الانجل. ايوه ايوه خلاص.
الاستابل ابنورماليتي اللي موجوده كان زمان حد قاعد يقول لك يبقى في اوفر كفرج بتاع الاستابل وان الاوفر كفرج ده هو اللي بيسبب الاستابل ومش عارف ايه. ريسنتلي لا هي مش اوفر كفرج, هو ريتروفيرشن بتاع الاستابل. الاستابل ريتروفيرت دلوقتي وده بيزود الاستريسز اللي موجوده على الكابسس وبيخلي العيانين دول معرضين ان يكون لهم ستيرت كابتن فاهم. مش كده مش كل واحد تخين مش كل واحد عنده نفس الهرمون الاستروجنز هيجيله نفس الثاني خلاص. في فاكتورز ثانيه موجوده هي اللي ممكن تغير من عيان لعيان من ضمنها الاسيكابلر انفيرجن. يبقى القصه بتبدا وبتمشي ازاي؟ في عندي لازم تبدا بويك ابيفيسس. واي ابيفيسس؟ ويك الكارتج اللي فيه كتير ماشي. الويك ابيفيسس ده ماشي بيتعرض لشير. الشير دي نتيجة الريتروفيرشن اوف ذا اسيتابل مثلا خلاص. يبدا يحصل ريتروفيرشن وفيمورال او الاسيتابل فتبدا تزيد الاستريسز عليه. الريتروفيرشن بتاع الاسيتابل والهيد يزودوا الشير ستريسز تروح عاملاني انيشيشن. طب دول هيعملوا ايه تاني؟ يزودوا اللود. لو العيال تخين هتزود اللود. اللود تبوظ لي الجيت. الجيت لما تبوظ والجوينت ريأكشن فورس تزيد تزود لي الشير. فاهمين يا جماعه؟ فهي فيشيس سيركل. عشان كده العيال بتاع السليب ده خلاص مفيش حاجه اسمها نعمل العمليه في الاجازه. نعمل العمليه اصل عنده بطوله يلعبها ويعمل بعدها العمليه. هي السبيش هو بدا في هو هيستمر مش هيقف. السبيش السر خلاص. وده شرحها ميكانيكالي. طيب غير كده احنا قلنا البايوميكانكس دي هتعمل لي اوسيو ارثرايتس وهتزود لي الانسنس اوسيو ارثرايتس وهتزود لي الشير. هتعمل لي في حاجات كمان ستراكشر هتعمل لي اوسيو ارثرايتس اللي هي ايه؟ العيان بتاع ستيت عنده اي نوع من انواع الامبانجمنت؟ كام وبنسر وكم واحد الاثنين الثلاثه خلاص. الكام هي المشهوره طبعا لان هنا حصل بروبلمز والارض هنج زادت قوي ومفيش الاوكسيد نكشا هيتشا هيتنك اوكسيد ماشي. طب في كام اللي هي بنقيسها بالالفا انجل. الالفا انجل اللي هي عباره حد عارفها بترسم السنتر اوف ذا نك وبترسم دايره خلاص وبتاخد تشوف الدايره دي لوست كونتاكت وذ ذا سيرستي اوف ذا هيد فين خلاص. انت هنا السبيريكال 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 والدايره بص بدا الشافت يخرج من هنا يبقى دي الانجل. لكن هنا بص دايره 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 الكورتكس خرجت بره الدايره من هنا يبقى دي البوينت. It is the point of a circle that the cortex exits the periphery of the head. ده بالستين صح؟ كل ما زادت كل ما بقى فيه ايه؟ embangement. كل ما بقى فيه كام؟ كل ما قلت معنى كده ان الهيد دي بتتحرك لحد هنا spherical. لكن هنا اول ما دخلت ما بقتش spherical خبطت على طول. تبقى دي عشان اقيس الكام. والالفا انجل دي ذا موست سيجنيفيكانت فاكتور ريليتد تو ديفلوبمنت اوف اوستيو ارثرايتس بالذات الانتروستيو. طيب البنسر بيحصل ازاي؟ نتيجه الريتروفيرشن اوف ذا اسيتابلر. مش احنا قلنا عندنا ريتروفيرشن اوف ذا اسيتابلر؟ فحتى لو عندك مايلد سليب ممكن يبقى عندك بنسر نتيجه الريتروفيرشن اوف ذا اسيتابلر. يبقى الميتافيزيال ديفورميتي اللي موجوده هنا حتى في المايلد كيسز بتعمل لي اوستي ارثرايتس نتيجه يا بنسر يا نتيجه ايه؟ الهيب انستابيلتي خلاص. دي اخر حاجه في الميكانكس. حاجه ممكن تحصل ان ممكن الهيب دي نتيجه اللونج ستاندنج ديوريشن اوف سليبنج بيحصل ديفورميشن في الاسيتابيلا زي كده. فدي ممكن تعمل لك هيب انستابيلتي. ده كان عيان عندنا لو تاخد بالك بس احنا شفناها الريتروسبكت بعد ما عملنا الاسيتابلم هنا ما بقاش سنجل كافيتي بقى دبل كافيتيز. شايف عامل ازاي؟ بيسموه دبل اسيتابلم.
وبعد ما عملنا الهيد مش راضيه ترجع لان هو تو كابيتس خلاص فيري انستيبل، والحل بتاعها حتى في الدنيا كلها لسه مش عارفين ازاي يحلوا المشكله دي، فبيتحط جاست العيان بيتحط في ايه في كاست. دي كده كل ما هو ريليتد للميكانكس اوف سيستم.